بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين. أهلا وسهلا أعزائنا ومرحبا بكم جميعا في هذه القناة الأكاديمية وفي هذه السلسلة المتخصصة في عرض تطبيقات الماتلاب الاحترافية. اليوم نقدم لكم تطبيق جديد يختص في نمذجة الانحدار الخطي Linear Regression والمتعدد الحدود Polynomial Regression. طبعا Polynomial Regression يعتبر نوع خاص من Linear Regression. احنا ما نتكلم عن الاكس، نتكلم عن الكوفيشنتس. ففي حالة اللينير، في حالة البولينوميال كلها تعتبر لينير لان الكوفيشنتس لينيرلي ديستريبيوتد مع البريدكتورز. فما يهمنا اذا كان البريدكتورز او الاكس تو ذا باور 1 تو ذا باور 2 تو ذا باور 10، فاحنا نركز على الكوفيشنتس، فهي تعتبر البولينوميال ايضا نوع خاص من اللينير ريجريشن. طبعا البرنامج هذا او التطبيق هذا قمنا بتسميته بالبولينوميال ريجريشن ايزي فيت، وذلك للسهولة البالغة في استخدامه واستخراج النتائج منه بشكل فوري وبضغطة زر واحدة. فلنقم بتشغيله لأريكم اياه بالتفصيل اكثر. نرى بان التطبيق قام بتوليد داتا ست من عنده. طبعا هاي داتا ست تعتمد على اكسبوننشال، مجرد فقط لتنبيه المستخدم بأنه يستطيع أن يجلب الداتا ست هنا. طبعا في حالة أنكم عندكم داتا ست وتريدون أن تجلبوها هنا، ما الذي تستطيعون أن تفعله؟ فقط تضغطون هنا، فنأتي مثلا إلى هذا الفولدر. عندي بعض الملفات حافظنها سابقا، فنقوم بالضغط على هنا. طبعا الامبورت يتقبل اي صيغه من هذه الصيغ .xls.xlsx اي الاكسل الحديث .xlsb.xlsm. طبعا هذه ايضا صيغ اخرى من الاكسل، وايضا الصيغه المشهوره .csv. فلنقوم بالضغط على all files لنرى كل الفايلات الموجوده هنا. فنرى بانه عندنا 5 داتا سيتس، فلنقوم باختيار مثلا sigmoid function او exponential function او مثلا اي شيء، مثلا exponential function. فنرى بان البرنامج قام بجلب الداتا هنا. اوكي، نستطيع هنا ان نقوم باختيار مثلا اما تكون الداتا حقيقية او نستطيع ان نعمل transformations. مثلا لو ضغطنا على transform x فسيقوم بتغيير x طبقا الى هذه المعادله. طبعا هذه واي، فنقوم مثلا بكتابه اكس مثلا فيقوم بتغييره. مثلا ترانسفورم واي فيقوم بتغيير الواي الى سكوير روت اوف اكس تو ذا باور 0.25 مثلا. فنقوم بالضغط على واي هنا او كتابه واي، فسنرى بان الواي تتغير. طبعا بالنسبه للاكس سيقوم بترجيع القيمه الحقيقيه لها. لو قمنا بمثلا عمل نورمال اي ما في اي ترانسفورميشن، فسترجع القيم الحقيقية للداتا ست مجددا. نستطيع ان نغير على القيم ان اردنا، ليس هناك اي اشكال. بعد ذلك نستطيع ايضا ان نحدد هل هناك سبلت للداتا او لا. طبعا هذه جيدة جدا في حالة اننا نريد ان نتغلب على مشكلة الاوفر فيتنج، ظاهرة الاوفر فيتنج. فبالامكان تقسيم الداتا الى تو سبسيتس. عندنا الترين سبسيت وتكون عاده من 70 الى 80% المفضله يعني، وبالنسبه الى البقيه تكون تيست سبسيت. طبعا هناك الفاليديشنز، ولكن نحن نتكلم عن ريجريشن هنا. في معظم الاحيان حتى السبليتنج يكون غير اصلا مطلوب. فهنا نستطيع أن نحدد التست ست حتى 49% إن أردنا، ولكن كما قلنا يفضل أن تكون في هذه الرينج ما بين 20 إلى 30. فلنقوم بالضغط على 20. هنا أيضا نرى أوبشن آخر، لو كنا نريد أن نقوم بالحصول على نفس الترين والتست سبسيتس في كل مرة قمنا بتشغيل برنامج، نريد أن نحصل على نفس التقسيمة، لأن هذه بشكل راندوملي أو بشكل عشوائي يتم اختيار الترين والتست سبسيتس. هاي بشكل عام يعني، هذا ليس شيء من عندي وإنما هذه من الإجراءات التي تتبع. ولكن لو أردنا أن نختار نفس القيم لنحصل على نفس النتائج،
فنستطيع أن نضغط على هذا. أيضا بالنسبة إلى الريجريشن البولينوميا الريجريشن بالإمكان اختيار الأوردر حتى الأوردر التاسع إن أردنا، ولكن فلنبقي على الأوردر الثالث لنرى النتائج الأولية. فلنضغط فقط على هنا فنرى بأن هذا هو المودل. نرى الأسود هو الأكتوال ريسبونس والأحمر هو البريدكتد أو الاستيميتد ريسبونس. لو أردنا أن نرى النتيجة نراها هنا، فنرى هذا كله. نستطيع أن نزيد أو ننقص من حجم الخط، ونستطيع أيضا أن نغير لون الخط إن أردنا. نرى أيضا هناك تابز Residuals، فارغة، Diagnostics، Coefficient Covariance و Observation Info كلها فارغة. لماذا؟ لأننا لم نحدد هذا Show Full Detailed Analysis and Plots. فلو ضغطنا مجددا، طبعا لو أتينا هنا فسيقوم بعرض النتيجة الثانية مباشرة من دون أن يمسح ذلك لأننا لم نضغط على المسح. فلنقوم بتشغيل مجددا فنرى بأن الموديل الثاني قد ظهر لدينا نفس الموديل، ولكن هناك تفاصيل أكثر. مثلا نرى هذا البلوتس، هذا لم يكن لدينا سابقا فنستطيع أن نراه هنا. مثلا نستطيع أن نرى الريسيجوالز إن أردنا، الدياغنوستيكس طبعا حجمها جدا كبير، وأيضا الكوفيشنت كوفاريانس والأبزرفيشن انفورميشنز. لو أردنا أن نصدر كل هذه المعلومات نستطيع بالضغط على هنا. نأتي هنا مثلا ونكتب مثلا أي شيء، مثلا results 2. لو أردنا أيضا أن نحفظ الموديل لنستخرج الداتا مجددا، هل نستطيع ذلك؟ نعم، نستطيع أن نضغط على هنا. نأتي إلى هنا، نأتي إلى هنا ونكتب مثلا موديل أو regression موديل ونضغط على save. بعد ذلك نستطيع أن نأتي إلى هنا، نرى النتائج عندنا كلها قد ظهرت. مثلا نضغط على results فنرى كل النتائج هنا. مثلا نستطيع أن نرى train set، tests set أو subset، full set، residuals، diagnosis. نرى كل هذه قد تم جلبها، coefficient covariance وأيضا هذا. نرى مثلا هنا analysis، كل analysis قد تم جلبها. مثلا نرى أيضا ماذا؟ الموديل وأيضا الستارت. فلنأتي إلى هنا ونقوم بتشغيل الستارت. طبعا الستارت يقول لنا ماذا؟ يقول لنا بأنه يستطيع أن يجلب الموديل ويستطيع أيضا أن يقوم بإظهار النتيجة مجددا، ولكن يحتاج إلى X، أي قيم مثلا لترين، التست، أشياء من عندنا مثلا ليقوم بإخراجها. مثلا نريد أن نحصل على نفس البريدكتد فاليوز هنا، مثلا هنا هذا. لو أردنا أن نحصل على نفس القيم، لأن هذه القيم هي هذا، نراه هنا هذه القيم. لو أردنا أن نحصل عليها مجددا هل نستطيع ذلك؟ نعم، فنأتي إلى هنا نأخذ الإكس كلها، نأتي إلى هنا ونكتب مثلا، نقوم بمسح هذا السابقة ونكتب هنا X tests ونقوم بوضعها، ومن ثم نقوم بتشغيل هذا. فقط نقوم بتشغيله ونأتي إلى هنا فنرى بأنه قام بتوليد الـ Y predict. فلو قمنا بضغط عليه فنستطيع أن نأخذ هذا ونأتي إلى الأكسل، نأتي إلى هنا ونضعها هنا، فنستطيع أن نحصل على نفس النتيجة مجددا. لو أردنا مثلا أي قيمة أخرى، مثلا 4.1 مثلا ليست موجودة هنا، نستطيع أن نأتي إلى هنا ونقول بأن الـ X test عبارة عن فقط 4.1. ومن ثم نقوم بتشغيل البرنامج.
فسيقوم بإعطائنا هذه القيمة. هذه القيمة بالنسبة إلى الـ 4.1. نأتي لهنا مثلا ما بين الـ 4.1 والـ 4.08.04 هي هذا 59.568.4. فهذه القيمة كانت ماذا؟ 63.25. فنستطيع أيضا أن نعمل استيميشن إلى قيم ليست موجودة. نأتي إلى البرنامج مجددا هنا، نقوم بمثلا إطفاء هذا، لا نريد كل النتائج، ونريد أن نقوم بزيادة مثلا الأوردر إلى 6 مثلا، نقوم بإزالة هذا، نقوم بتشغيل مجددا، نرى هذا. هل تستطيعون أن تنظروا إلى الفرق؟ مثلا هنا جدا دقيق، جدا دقيق. مثلا نستطيع أن نحدد مثلا الرسومات، مثلا بالنسبة إلى الأكتوال فلنقوم باختيار مثلا هذا سكوير، أو مثلا فلنقوم بتقليل من هذا إلى مثلا 10%. أوكي، فهذا هو سكوير. مثلا نقوم بتغيير هذا إلى اللون مثلا الأحمر الوردي فنحصل على هذا. نقوم بتغيير اللون هذا إلى الأسود مثلا نحصل على هذا. وأيضا بالنسبة للجريد نستطيع أن نضبط الجريد، نري مثلا هذا، ونغير حتى من لون الخط إن أردنا إلى مثلا هذا. بالنسبة للخلفية نستطيع أيضا نغيرها إلى مثلا هذه الخلفية، ونستطيع الحصول على هذه الرسمة الجميلة. مثلا بعضكم يريد أن يستخدمها مثلا هذه الرسمة في مثلا بحث معين، يستطيع فقط الضغط على هنا وستظهر نفس الرسمة في فيجر خارجي هنا، ومن ثم يستطيع مثلا عمل أي شيء عليها، إدخال مثلا كلام أي شيء، ومن ثم حفظها مجددا. في النهاية بإمكانكم أعزائنا من الحصول على المشروع وتنزيله بالكامل إن أحببتم ذلك، أو فقط تثبيته مباشرة أي تنزيل الماتلاب إنستالر ومن ثم تشغيله بداخل الماتلاب من خلال مستعرض التطبيقات. طبعا الوصلات موجودة بالأسفل. شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد حول المشاريع العملية التي نقوم بتصميمها وتنفيذها واختبارها ومن ثم عرضها وتقديمها لكم على هذه القناة التخصصية. دمتم في أمان الله وحفظه.